اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشرة منتصف الليل، والبدايه بالعناوين. رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون يامر بعدم ازعاج وعرقلة المواطنين التونسيين الاشقاء في مراكز العبور الراغبين في الدخول والخروج من والى الجزائر. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الجزائر تقرر تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لتركيا و15 مليون دولار لسوريا تضامنا مع البلدين والشعبين إثر الزلزال. ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 24 ألف ضحية في ظل تواصل جهود الإغاثة والإنقاذ. والتلفزيون يعايش تفاني فرق الحماية المدنية في إنقاذ الأرواح. بعد الإجلاء السري وغير القانوني للرعية الجزائرية، قانونيون وخبراء من الداخل الفرنسي يصفون تمادي المصالح الفرنسية بالتعدي السافر والصارخ على سيادة الدول. تبعات فضيحة بيجازوس تتوالى على المغرب، وشهادات جديدة تورط نظام المخزن في أروقة البرلمان الأوروبي. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. بداية، امر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بعدم ازعاج وعرقلة المواطنين التونسيين الاشقاء في مراكز العبور الراغبين في الدخول والخروج من والى الجزائر. بعد الإجلاء السري وغير القانوني لرعية جزائرية من قبل مصالح فرنسية يزعجها التقارب الجزائري الفرنسي، تنديد واسع من قبل النخب الفرنسية والجزائرية على حد سواء تجاه هذا التعدي الصارخ والسافر على السيادة الوطنية. نجوى جدي. يبدو بأن المآل ليس بأفضل من الحال فيما بلغته العلاقات الجزائرية الفرنسية من انحدار بسبب ما أوصله المستوى الدني في التعامل من قبل المصالح الفرنسية، بل وبتعد سافر على السيادة الوطنية. مخابرات مافيوية ترهن مجددا مستقبل هذه العلاقات بأسرها لتعيد عقارب الأمور إلى نقطة الصفر بعد جهود كانت تسير لفتح صفحة جديدة بين البلدين من قبل الرئيس تبون وماكرون. فكيف يمكن لأشباه مسؤولين وأمنيين فرنسيين ممارسة هذه البلطجة الدبلوماسية بتهريب رعية جزائرية متابعة قضائيا ممنوعة من السفر؟ سقطة وبينة تعكس سوء النوايا وخبث المقاصد للمخابرات الفرنسية غير الغريبة عنها بشواهد التاريخ، وهي تخوض مقامرة مباشرة وجريئة وغير مسبوقة، وترمي إلى المستنقع كل ما قرأناه وسمعناه عن احترام الجمهورية الفرنسية للحقوق وسيادة الدول بعدما تكشفت أنها بيانات على ورق. هنا نشهد تعد قانوني مفضوح على السيادة الجزائرية من خلال هذا التدخل الأجنبي الذي ساعد في تهريب رعية جزائرية هي تحت أمر قضائي يمنعها من مغادرة البلد، قامت بالهروب بطريقة غير شرعية من الأراضي الجزائرية. الخرق القانوني واضح. لقد تم التعدي على الجزائر وسيادتها بطريقة مباشرة بهذا التصرف غير مسؤول الذي ينسف كل المجهودات المبذولة من الرئيسين عبد المجيد تبون وماكرون. لكن بهكذا سقطات لا يمكن أن نبني الثقة. السقطة الدبلوماسية الفرنسية التي لا تعد الأولى استخدم فيها بعض مسؤولي المصالح الفرنسية عصا طويلة آذت بها فرنسا نفسها دون شك، مقابل أرانب هزيلة وخبرجية ملعون بالمخزن
ومن المؤكد أن استمرار هذه السقطات ستجر فرنسا لارتكاب حماقات لا طائل منها، بل هي الخاسر الأكبر فيها. البيان تكلم أولا على أن هناك من لديه مصلحة في تقويض العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا، وأشار إليهم باليد، هكذا هي عناصر مخابراتية موجودة في فرنسا يهمها كثيرا أن تنفذ أجندة لضرب إسفين ما بين الجزائر وفرنسا، خاصة بعد ازدهار ونمو العلاقات مؤخرا لاحظناها، وهي علاقات كما قلت ندية. هؤلاء سواء المستشارين الفرنسيين الذين لا يبدون ولا يخفون تعاطفهم وتضامنهم مع المخزن، أو العملاء من الداخل طابور الخامس الذي أصبح لا يستحي ولا يخجل في مختلف وسائل الإعلام الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق البث المباشر، دائما يبين ويعلن عن ولائه للمخزن. موقف الجزائر كان دائما هو في احترام الآخر وفي احترام علاقتها مع الآخر، والموقف الفرنسي غير غريب عبر التاريخ، فالموقف الفرنسي عبر التاريخ نجده كثير فيه كثير من المزاجية. وحبذا أن تعرف اليوم فرنسا بأن الجزائر اليوم ليس جزائر السابق، ولذلك فمبدأ الندية هو قيمة من قيم نوفمبر التي ورثناها عن أجدادنا. إن هذه المقامرة الطائشة تسهم بشكل كبير في تهديد مستقبل العلاقات الجزائرية والفرنسية مقابل إرضاء لوبيات وجماعات وأشخاص، فهل تدرك فرنسا قراءة هذا التعدي في اتجاه واحد؟ والأخطر من ذلك أنها ترهن علاقات البلدين التي لا تحتمل المزيد من التشنجات. تنفيذا للتعليمات التي أصدرها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قررت الجزائر تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار المساعدات التي تواصل الجزائر تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين تضامنا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما. وفي جديد حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى نحو 24 ألف هالك وعشرات الآلاف من المصابين حسب مصادر إعلامية. كما خلف الزلزال دمارا واسعا وكارثة إنسانية في البلدين، وفيما تتواصل الجهود الحثيثة لإخراج من هم تحت الأنقاض والتخفيف من معاناة المتضررين، قالت منظمة الصحة العالمية بأنها ستقوم بإرسال إمدادات صحية للوصول إلى حوالي 400 ألف شخص تضرروا من الزلزال. وخلال وقوفه على حجم الدمار الذي خلفه زلزال الاثنين الماضي بحلب واطلاعه على جهود الإغاثة المستمرة، أشاد الرئيس السوري بشار الأسد في تصريح خاص للتلفزيون الجزائري بوقفة الجزائر الشامخة في هذا المصاب أمام إخوانهم السوريين، وذكر بالمواقف المشرفة والثابتة للجزائر تجاه القضايا العربية والسورية. نحن من الجيل الذي تربى في المدارس في المنهج الرسمي السوري على الجزائر بلد المليون شهيد، هذا ما نعرفه عن الجزائر. وتربينا على النساء السوريات الذين قمنا ببيع المصاغ وكل الأشياء الأخرى لكي يرسلوا مساعدات للجزائر. فالجزائر هي في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال القادمة. العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف سوريا لجانب الجزائر خلال الثورة، ووقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية تحديدا، وهذا لم يتغير. يعني لا أتحدث الآن عن زلزال، في كل قضايا سياسية أخرى، ومن الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بشكلها الناصع والجميل خلال هذه الحرب. لم نشعر بأن هناك أشخاص أتوا من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ليساعدوا السوريين. هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعره تجاه كل مواطن جزائري عبر هذا الجيل وعبر الأجيال السابقة وإن شاء الله اللاحقة. وأمام هذا الدمار، جهود الحماية المدنية الجزائرية متواصلة بالمناطق المنكوبة في تركيا، حيث تمكنت فرقنا لحد الساعة من انتشال 69 ضحية وإنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض.
وعن مستجدات الوضع الإنساني بتركيا يلتحق بنا مبعوث التلفزيون عبد الجبار بن يحيى من مدينة أدمان التركية. عبد الجبار، ما هي آخر المعطيات حول عملية البحث والإنقاذ في منطقة أدمان، وكيف تتم عملية تنظيم المساعدات الإنسانية، وما هي طبيعتها؟ عبد الجبار. نعم، أنا الآن متواجد فوق الركام في منطقة أديمان جنوب شرق تركيا، هذه المنطقة المنكوبة التي تضررت بفعل الزلزال الذي ضرب عدة محافظات كبرى هنا في جنوب شرق تركيا. تلاحظون خلفي الجرافة، وأعوان الإنقاذ لا يزالون لحد الساعة يحاولون العثور على الناجين أو الذين عالقوا تحت الركام. منذ بداية وصول الوفد الجزائري من الحماية المدنية الجزائرية إلى أديمان كان هناك تحرك كبير، تم إنقاذ حوالي 12 شخصا كانوا على قيد الحياة. ولحد الآن منذ بداية وصول الوفد الجزائري مكون من الحماية المدنية تم انتشال حوالي 69 جثة لعالقين تحت الأنقاض. لا يزال تزال عمليات انتشال الجثث لحد الآن، ومن المتوقع أن يتم انتشال حوالي 10 جثث في الساعات المقبلة القادمة. جهود الإنقاذ ليلا نهارا لا تزال متواصلة. بالنسبة للهبات التضامنية، هناك هبات تضامنية على المستوى الشعبي أيضا، وهناك مساعدات من طرف الدولة من طرف تركيا التي تقوم في عدة مناطق بتوزيع وجبات ساخنة وبعض البطانيات التي تقي الذين لم يعد لهم أي مأوى من البرد. أيضا تم وضع شاحنات قرب ولاية أديمان، هذه الشاحنات تقوم بشحن الهواتف وأيضا بعض القليل من الانترنت لتساعد السكان هذه المنطقة وكل المناطق المنكوبة من التواصل مع أقربائهم داخل وخارج تركيا. الجزائر لا تزال تقدم مساعدات وإعانات إلى تركيا من باب الصداقة التركية الجزائرية. عودة إليكم زملائي. نعم، شكرا لك عبد الجبار بن يحيى، كنت معنا، شكرا لهذه التوضيحات، كنت معنا من منطقة أديمان بتركيا. إذن هذا وفي إطار تنظيم الإسعافات والعمليات الميدانية والتنسيق بين الفرق المتداخلة، تم أمس عقد اجتماع بين الفرق المتداخلة والسلطات المحلية لمناقشة وتقديم توجيهات عملياتية وطرح بعض الاقتراحات التي يراها الفريق الجزائري مهمة ميدانيا. وفي إطار التضامن المتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة الرامية للمساهمة في أغاثة المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، تم منذ قليل بتيبازا إطلاق الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري الشقيق بالمناطق المنكوبة بإشراف الهلال الأحمر الجزائري. نزولا عند تعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم نقوم بالتحضير إلى قافلة ثانية إلى جسر جوي ثاني سينطلق ابتداء من غد إن شاء الله، أكيد بالتعاون مع الجيش الوطني الشعبي، بالتعاون كذلك مع الكثير من المتعاملين، مع الكثير من الوزارات، مع المواطنين كذلك الذين ما فتئوا يلبون النداء ويحاولون ويعرضون خدماتهم لكي يساعدوا إخوتنا السوريين. إذن القافلة متكونة أساسا، الأمور المهمة اللي في تواصلنا مع الهلال الأحمر السوري ومع السلطات السورية كذلك عبروا لنا عن حاجة ماسة إليها، من أهمها الأفرشة، الأغطية، الملابس، حليب الأطفال، كذلك بعض الأدوية الجد مهمة في هذه المرحلة، وأكيد الطرود الغذائية. هذا وأثنت منظومة الطوارئ السورية على جهد وعمل فرق الحماية المدنية الجزائرية رغم الظروف الصعبة التي تعترضها. سليم حمادي يرصد لنا لحظات مؤثرة من عمل فرق الحماية المدنية من أجل إنقاذ الأرواح في المناطق المنكوبة بكل من تركيا وسوريا في سياق التقرير التالي. لا أعجز من هذه الصور التي وثقتها عدسات الكاميرات العالمية،
عزيمة وإنسانية يزحف بها رجل الحماية المدنية الجزائرية بين مخاطر الأنقاذ لانتشال طفل علق منذ ساعات الزلزال الأولى فوق الركام. يجمع هؤلاء أن الصغيرة لن ينجو. لكن إرادة الله كانت أقوى وقد أجراها على أيدي هؤلاء الرجال. ولد الطفل من جديد في حضن أب في الإنسانية أنقذه لتوه. بعزيمة الجزائري وروح الشهداء انتشل رجال الحماية المدنية الجزائرية العدد الأكبر من الضحايا في تركيا وسوريا، وهو ما وثقته هيئات أممية تعنى بشؤون الزلازل في العالم. فلا صقيع ولا أنقاذ تحول دون تأدية هؤلاء بواجبهم النبيل. في التعاون على هامش أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية المجرية، عقد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني مناصفة مع وزير الدفاع لجمهورية المجرية جلسة عمل ببودابست بجمهورية المجر، وذلك بحضور ممثلي عدة قطاعات وخبراء. الطرفان تطرقا إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك وتحديد مجالات أخرى للتعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين. توفي أمس المجاهد العجالي محمد المدعو حميد الدوس عن عمر ناهز 91 سنة. الفقيد كان عضوا في فرقة كوموندوس علي خوجة، وإثر هذا المصاب الجلال يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيجا بخالص التعازي لعائلة الفقيد وكل الأسرة الثورية. جنازة المرحوم تشيع ظهر اليوم بمقبرة العالية. دوليا، وفي ملف الصحراء الغربية، أعلن أمس رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن غالي الزبير أن التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية أكد النهب القياسي للثروات الطبيعية من قبل السلطات الاحتلال المغربي بالتواطؤ مع الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقيات تجارية مخالفة للقانون، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة الاستيطان في المدن الصحراوية المحتلة، وهو ما ند تهددت به المنظمات الصحراوية. وفي المغرب، فضيحة بيجازوس واستخدام نظام المخزن لهذا البرنامج في التجسس على البرلمان الأوروبي لا تزال تلقي بظلالها وتتفاعل في المشهد الأوروبي. فبين قضية الرشاوى والبيجازوس، نظام المخزن محاصر بالفضائح والمساءلة الخارجية. عفاف بالهشات. هي ثاني جلسة عامة للجنة المكلفة بالتحقيق في قضية التجسس ببرنامج بيجازوس بالبرلمان الأوروبي حول استخدام المغرب والكيان الصهيوني لبرنامج التجسس هذا الذي تم استخدامه على نطاق واسع في أعمال اختراق بيانات هواتف سياسيين وصحفيين أوروبيين. بيجاسوس قضية خطيرة جدا، فلا اللجنة الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، ولا البرلمان، ولا المجلس الاتحاد الأوروبي سيسمحون بمرور هذه الفضيحة دون عقاب. وبعد الإصغاء إلى الصحفيين روزا موساوي ومجيد زروقي اللذان شاركا في تحريات مكثفة حول فضيحة بيجازوس، استمعت اللجنة لشهادات شخصيتين رمزيتين للمقاومة الصحراوية من جهة والفلسطينية من الجهة الأخرى، واللذان وصفا مدى خطورة هذا البرنامج الذي بمجرد تثبيته يستحوذ على الهاتف المحمول كليا. احنا بنعرف نظام يعني نظام التجسس بيجازوس ممكن هو يقوم في اجراءات داخل الجهاز من اجل استخدامها ضد المدافعين عن حقوق الانسان، فبالتالي ممكن يكون هو يسوي اتصالات او يبعث رسائل او يفتح مثلا الميكروفون في منطقه معينه او الكاميرا في محل اخر. هذه المعلومات كانت تستعمل قصد الحد من حريتي والتقليص من نضالي باستعمال المعلومات والبيانات الشخصية لاختراق نشاطي كمناضلة. لكن طريق الحقيقة شائك بحسب مقررة لجنة بيجازوس في البرلمان الأوروبي، فعلى الرغم من العدد الكبير من الشخصيات الأوروبية التي استهدفت بهجوم التجسس هذا، لا يلقى البرلمان الأوروبي بحسبها الدعم الكافي في سعيه من حكومات الدول الأوروبية. Ils ont intérêt à se taire.
الصمت يخدم الحكومات الأوروبية لأنها لا ترغب في فتح صراع مع المغرب بالنظر إلى قضية الهجرة ومصالح أخرى. عدة شخصيات أوروبية تعرضت للجوسسة، وحتى الرئيس الفرنسي ماكرون والوزير الأول الإسباني ووزير الدفاع الإسباني كانوا ضحية لهذه الاختراقات. لابد من كشف الأمور كما هي ووضع حد لهذا الصمت. من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرا مؤقتا قبل اقتراح نسخته النهائية للتصويت من قبل البرلمان الأوروبي في آذار مارس 2023 أو في يونيو إذا تم تمديد المهمة. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة الخليل، كما استشهد أسير فلسطيني نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، ليعلن الأسرى في سجون الاحتلال الاستنفار والحداد 3 أيام. فيما أصيب فلسطينيون آخرون بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الذي قمع مسيرة كفر قدوم الرافضة للاستيطان شرق قلقيلية. عودة إلى الوطن، وفي الرياضة فاز أمس فريق شباب بلوزداد على نظيره الزمالك المصري بملعب القاهرة الدولي، وذلك بهدف دون رد عن طريق ركلة جزاء سجلها اللاعب وامبا لحساب الجولة الأولى لمرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. صنفت أمس مباراة الرابطة المحترفة لكرة القدم في جولتها 16 بإجراء 4 مباريات، حيث افترق فريق مولودية الجزائر وشبيبة الثورة على نتيجة التعادل بهدف لهدف، فيما حقق أتلتيك بارادو فوزا كبيرا على ضيفه نجم مقرى ب3 أهداف لهدف. أما مباراة اتحاد خنشلة وشباب قسنطينة فانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. أما وفاق سطيف قد فاز ب3 أهداف لهدف 1 أمام اتحاد بسكرة. تجرى غدا الأحد مباراة مولودية وهران وأمل الأربعاء، في حين أعفيت أندية شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة في هذه الجولة بسبب مشاركتها في المنافسات القارية. وعودة أيضا إلى أخبار الوطن، حيث شهدت العديد من ولايات الوطن تساقط الكثيف من الثلوج على غرار ولاية سطيف، مشاهد استبشر بها الفلاحون للاستمتاع نصيب في مثل هذه الظروف المناخية. سعد بلونيس والمزيد. تتوالى الاضطرابات الجوية وتتشابه حاملة معها ثلوج الخير، وتزداد الهضاب الشمالية لولاية سطيف جمالاً يضاف لجمال غابات الأرز والتي عرفت توافداً للعائلات للاستمتاع بالمناظر الأخاذة. الحمد لله يا ربي، هذا خير كبير عند ربي، وربي يرزقنا الغيث النافع. الحمد لله جبنا لأولادي يلعبوا الحالة، الله يبارك، والحمد لله يا رب العالمين، وربي يحفظكم وتحيي الجزائر. جينا احنا والعائلة ونشوفوا المقرس، والحمد لله على نعمة ربي، والحمد لله والطرق راه محلولة والسلطات قائمة، والحمد لله مأمن الحالة في نعمة النعيم. في غياب تشكل الصقيع ومجهودات الأشغال العمومية في ضمان الانسيابية لجملة الطرق الوطنية والولائية، عجت جل المناطق بحركية مرورية استثنائية، وكل الوسائل تم استخدامها لعدم تفويت لحظات للمتعة وأخذ الصور. لازم كيما يصب نجيو. واش رايكم يعني في المناظر؟ المناظر هذه مليحة مليحة. هانو العام ان شاء الله بربي يكون عام مليح ان شاء الله. كل عام هكذا الله يبارك. مقرس مشهوره بالثلج ومشهوره بصحاب الكاركات، ما نروحوش الوحده تاع الليل 12. بدايه سنه واعده كلها امل وتفاؤل، ترسم معالم موسم فلاحي وفير يعم فيه الخير على العباد والبلاد. وبهذه الحلات البيضاء نطوي معكم اوراق النشره، نلقاكم في موعد لاحقه بامان الله.